مهرجان اليوم يقام بالتعاون بين عدة أطراف كلها معنية بقيم المقاومة وبالمقاومين وبطولاتهم. هذا المهرجان يعني ينظم في وقت حساس للغاية. المنطقة تمر بوضع سياسي وعسكري، لا بل العالم أجمع يمر بهذا الوضع، ولا شك بأن للمقاومة دورا كبيرا في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز التمكن والثبات في الأرض، وهي دروس نتعلمها من قاوم ومن استشهد ومن ضحى بحياته في سبيل أرض وطنه، دروس في الصبر وفي تجاوز الذات وفي التضحية، وهكذا تبنى الأوطان. Thank you.